نعم، هذا المؤتمر الصحفي الغير اعتيادي للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيه إجابة على سؤال حول ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعمد تأخير الوصول إلى حل ونهاية لهذه الحرب بهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية، وقال إنه ليس على علم إذا كان هذا هو الهدف، ولكنه قال إنه لم يقدم أحد لإسرائيل مثل ما قدمت، وأنه تحدث عن إسهاماته في محاولة الدفاع عن إسرائيل طوال فترة رئاسته. وفيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران، قال الرئيس الأمريكي بايدن إن لإسرائيل الحق في الرد على إيران وعلى الحوثيين وعلى حزب الله، ولكن عليهم أن يتخيروا أهدافهم بدقة، مشيرا إلى أنه لا يحبذ أن تقوم إسرائيل بضرب المنشآت النفطية. يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد تحدث قبل يومين وأكد أن الولايات المتحدة لا تدعم ضرب إسرائيل للمنشآت النفطية، والآن هو يتحدث للمرة الثانية على العلن ويشير إلى عدم دعمه لضرب إسرائيل للمنشآت النفطية، وبالتالي يصبح أمام إسرائيل نقطتين حمر بالنسبة أو خطين أحمرين بالنسبة لموضوع الرد على إيران، وهو المنشآت النفطية والمنشآت النووية، وهذا قد يعقد ماهية الأهداف التي من الممكن أن تستهدفها إسرائيل في حال قررت بالفعل ضرب إيران. الآن هناك يعني مناقشات مستمرة بحسب ما أكد الرئيس الأمريكي، قال إن هناك مشاورات تستمر على مدى 12 ساعة يوميا بين المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين الإسرائيليين، مشيرا إلى أنه لم يتحدث مع نتنياهو بنفسه حيال هذه القضية، ولكن هناك مسؤولين أمريكيين من البيت الأبيض ومسؤولين بالأمن القومي. سهيل، عندما يقول بايدن لا أعرف إذا كانت إسرائيل تنوي التأثير على الانتخابات الأمريكية أم لا عن طريق بعدم موافقتها على اتفاق الهدنة، ما الذي يقصده بهذا التصريح؟ يعني كيف لإسرائيل أن تؤثر على الانتخابات الأمريكية؟ لربما تسعى إسرائيل، يعني هذا هو يعني جانب تحليلي إلى حد ما، ولكن يعني ما يقصده الرئيس الأمريكي هنا أو ما هو المقصود من السؤال هو أن إسرائيل لا تريد أن تعطي الفضل في إنهاء هذه الحرب لإدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وهي تراهن على أن الرئيس المقبل إذا كان ترامب سوف يمنحها المزيد من الحرية لقصف ما تشاء ولقتل من تشاء دون أي رقيب أو حسيب. إلى حد ما يعني هذه الإدارة الأمريكية، عفوا الهواء الشديد حرك الكاميرا، هذه الإدارة الأمريكية رغم دعمها القوي للإسرائيليين إلا أنها من وقت إلى آخر تحذر من قتل المدنيين ومن أهداف معينة لا ترغب الولايات المتحدة أن يتم استهدافها، ولكن هم يتوقعون أنه في حال تولي دونالد ترامب للرئاسة فأن هذه المحاذير سوف يتم إزالتها بالكامل، وسوف تنطلق يد إسرائيل في المنطقة ليس فقط في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس ولبنان فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط بشكل مجمل. وهذا يعني شكرا جزيلا لك من واشنطن سهيل الشاعر مراسل الغد.